بالمحطة الأولى لواتس أنا ام تي في بنستعرض البرامج اللي كانت عم تنعرض امبارح على شاشتنا، وامبارح كان في إعادة لحلقة هيك منغني مع الفنان ملحم زين ومايا دياب اللي كانت هي عم بتشارك بالحلقة من تقديم وسام بريدي، بانتظار إنه الأسبوع ابتداء من الأسبوع القادم كل سبت الساعة 10:30 رح يرجع أنا امرأة مع ساندرا منصور، تغيرات كثيرة بكثير من الفقرات، ومش بس هيك التغيير الكبير هو إنه رح يكون مخصص حلقة للرجال بخلال أنا امرأة، ورح يكون اسمها أنت الرجل. اختارت ساندرا منصور تصوير عدد من الحلقات خارج لبنان بأكثر من 9 بلدان. خلينا نشوف سوا بروموسيون أنا امرأة. الطموح والإصرار صفات ما بتنعطى لكل امرأة. هالسنة كمان نحن معك. I wanna be forever young. هدفنا نعطي فرصة للمرأة. أساليبنا مختلفة. كوني قدوة لنساء غيرك. بطبعي بحب التحدي. وجريئة. أوقات كتير باصي بالعلاقات الجنسية كمان. موضة. خبراء ما وومن ما رح يسمحوا لك تغلطي. جمال. نحن ما بنعترف بتقدم العمر، نحن بنحاربه. تحاليل. شو الانطباع اللي بتعطيه من خلال اختياري لمجوهراتي؟ تيبس. كيف تعرفي انه صادق؟ سيلف ديفنس. كيف ممكن المرأة تدافع عن حالها إذا كانت معنفة بالبيت؟ تضربي بين إجريه. وأكيد سفر. Are you ready ladies? I'm a woman بالموسم الجديد السبت 10:30 المساء على الام تي في ابتداء من 18 الشهر. بانتظار I'm a woman وكثير من البرامج اللي عم تتحضر على شاشة الام تي في، رح ناخذ بريك قصير ومن بعدها منكون ب What's Cooking شيف شارل والبير. بريك. بمحطة الأخيرة لواتس أون أم تي في، رح أذكركم مشاهدينا شو في عنا برامج لليلة الساعة 7:45، موعدكم مع تحقيق للزميلة كلود أبو نادر هندي، مشوارة وحلقتها خاصة من القاع والبقاع الشمالي حول الخطر اللي عم بيواجهوا أهل هالمناطق. أما بعد الأخبار فالموعد قرب مع أضخم بث تلفزيوني مباشر ببرنامج الرأس العالمي الأول So You Think You Can Dance، ومن بعد ما حضرنا حلقتين للأوديشنز اليوم الموعد مع الحلقة الخاصة بمخيم التدريب، و75 مشترك تم اختيارهم بتجارب الأداء. الليلة رح يوصل منهم بس 16 مشترك للمرحلة النهائية بالأسبوع المقبل. خلينا نشوف So You Think You Can Dance ومنرجع. مشاهدينا لهون بتكون انتهت حلقة ام تي في الايف لليوم، موعدنا بيتجدد بكره الساعة 8:30 على القد، وانا بلاقيكم نهار الاربعاء، بدي اتمنى لكم بقية نهار ممتع، بقية نهار احد كله دفى، وخصوصي انه رجعت لنا الشمس اليوم، بدي اودعكم باي باي. بحلقة ام تي في الايف لبكره بام تي في باب تو ديت، جوله جديده على كل شيء جديد بلبنان والعالم. خصائص الابراج والتوقعات باوروسكوب. واتس كوكينج عنا فطاير الهندبه والزعتر. بميك اوفر ريتا لما رح تغير لوك رانيا قطار. وبفاميلي رح نحكي عن التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي.